هذا السائل عيسى يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز الحلف بنعمة الله مثل وهذه النعمة؟ لا، نعمة مخلوقة ولا يجوز الحلف بها، إنما يحلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وأما النعمة إذا أريد بها الأكل أو الشرب أو غير ذلك من النعم فهي مخلوق لا يحلف بها. نعم.